البنات، الألوان الدافئة كتير دارجة لهيدا الموسم، وكتير بتلبق للبنات يلي عندهم بشرة حنطية أو سمرة. مشان هيك اليوم حبيت أعملكن هيدا الميك أب. إذا حابين تعرفوا كيف عملته ما إلكن إلا تحضروا هيدا الفيديو. لمكياج الألوان الدافئة رح نستعمل أول شي لون زهري. رح أخذ هيدا اللون الزهري بريشة رومانتك وحطها بأول العين. أهم شيء نكون تنقوا ألوان ما تكون فيها لمعة أبداً. رح أرجع أخذ لون أوبرجين وحطه على هيدا الريشة البلاندينج براش وركزوا على آخر العين على شكل V. رح ارجع اخذ لون بيجي شوي بين الاوبرجين يعني البنفسجي والبني ورح احطه كمان فوق اللون اللي حطيته قبل وعلى شكل V. اذا بتلاحظوا ما عم غطي اللون الزهر، عم بمشي فوقه. بواسطة هيدا الريشة اللي كتير صغيرة صار وقت حط آي شادو تحت العين. رح استعمل نفس الألوان، يعني أول شي رح أخذ اللون الأوبرجين المايل للبني اللي استعملته بالآخر وحطه تحت خط الرموش. من فوق كمان بدي جرب اني احط من نفس اللون على شكل اي لاينر. هلا اذا جبيته اكيد يكون تنطفوها بحياة الريشة. رح ارجع اخذ لون البنفسج الثاني وحطه تحت البنه اللي حطيته قبل. بهالطريقه الميك اب بيكون كتير متدرج والالوان اللي حطيتها فوق العين رح تكون نفسها تحت العين. رح ارجع احط الرموش الاصطناعيه. انا نقيت هيدا الرمش يجي شوي سميك وعبي. رح مرقه على التلزيق وارجع حطه على عيني. لبين ما يكون نشف التلزيق كتير منيح رح حط هيدا اللون الموف بقلب العين. جربي دايما انه بس بيك تحطي لون بقلب عينك انك تركزي كتير منيح على الرموش لانه بخلي اللون يضاين اكتر ويبين اقوى. رح ارجع اخد هيدا الجل ايلاينر من لوريال مع هيدا الريشة الكتير رفيعة وارسم خط ايلاينر فوق الرموش الاصطناعية. برجع بفتح العين وبجرب سكر خط الايلاينر يلي رسمته. هلا رح احط الماسكارا على الرموش.
ارجع احط مرة تانية على العين التانية، لانه المسكرة كتير بتخلي العيون يبينوا احلى. بواسطة هيدا اللون الزهري من سيفورا رح حطه على شكل بلاش. انا قبل حطيت الفاونديشن، انتو اكيد صرتوا تعرفوا كتير منيح كيف تحطوا، مشان هيك قلت انا انه يمكن ما في داعي ارجع فرجيكم اياهم مرة تانية. كتير مهم كمان نكون ثبتوا الفاونديشن بالباودر. انا رح استعمل هيدا الباودر الفاتحة من لوريال، وثبتها حتى تحت العين، واهم شي حد المنخار. بهالطريقة بيكون الميك اب كتير نظيف وبرفكت. رح اقطع كمان فوق الحاجب، لانه هالمناطق كتير بتلمع بالوجه وما بتطلع حلوة على الكاميرا او اذا رايحة على سهرة. بالنسبة للحمرة، انا اليوم حبيت فرجيكم على حمرة جديدة هي الماكس فاكتور. هيدي الحمرة بتضاين كل النهار، وعن جد انه بتضاين كل النهار، لازم تجربوها. رح حط منها وارجع حط هيدا الكونتور من لوريال، لونه شوي بيجي على روز. اول شي رح بلش بالماكس فاكتور. من بعد ما تكونوا حطيتوها رح تلاحظوا انه رح تنشف حتى انه بتدبق، لانه هي لازم من بعد ما تكونوا حطيتوا هيدا الحمرة انكم تحطوا فازلين او حيالا مرطب عندكم اياه بالبيت. هلا انا ماني حابة احط مرطب، بدي احط فوقها من الكونتور. رح ارسم شفافي على الجناب، وارجع مرق شوي من الحمرة. هذا كان الميك اب، فيكن تعدلوا بالالوان اذا حبيتوا وتغيروا شوي، بس دايما جربوا انه تكون الالوان دافية لفصل الشتاء. اذا عندكن اي سؤال فيكن تكتبولي بخانة التعليقات، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي لتحضروا كل الفيديوز تبعولاتي، وفيكن كمان تتواصلوا معي على فيسبوك تويتر وانستغرام. بشوفكم بفيديو جديد، باي.